يمكن السنه دي هتبقى مختلفه عن السنه اللي فاتت خالص. اه السنه اللي فاتت كان مهم قوي ان انت تشغل ده معلش حلو الجزء ده، ايه السنه دي هتبقى مختلفه عن السنه اللي فاتت؟ ما اعتقدش ان مصلحتنا السنه دي، ما اعتقدش يعني، او حساباتي الشخصيه من مصلحتنا السنه دي ان يبقى في يعني حاجات كتيره حوالين الفرقه خالص. السنه اللي فاتت كان مهم قوي ان انت تشغل الخصم بيك، وهو اصلا مشغول بيك اصلا، بيك انت شخصيا مش بيانا. مش بيانا، مش بسيد، مش بسيد، مش بسيد كافكار يعني، تمام. لكن هو اصلا مشغول بيك يعني، هو يعني الحقيقه ما تعبكش اصلا يعني، لكن هو مش هيعمل معايا السنه دي كده يعني، مش احنا اللي يعني نتجر لحاجه زي كده. فمهم قوي ان احنا نبقى مركزين كويس قوي، مهم جدا ان احنا نبقى محققين الهدف ونتمرن بشكل كويس قوي. أيوة. مهم جدا ان احنا نبقى قافلين على نفسنا بشكل كويس قوي. مهم جدا ان انت تبقى مستمتع بكره القدم حقيقيه بتاديها. أيوة. مهم جدا ان انت يبقى عندك مسؤوليه، يعني كلنا بنلعب كوره يا كابتن اسلام، كلنا بنلعب كوره، مش ممكن جوايا انا مش هبقى مستمتع باللعبه وهمتع غيري، لازم الاول انا اكون مستمتع ومبسوط. اوكي، عشان كده هتلاقي الجماهير تستمتع بعد كده، لكن في اطار مسؤوليه يعني، مش رايح انا ادي وقت لطيف وظريف وبعدين هروح يعني في الجنينه يعني. لا طبعا، في مسؤوليه، في جماهير وراك، في اداره بتساندك، في ناس كتيره جدا بتستناك، ففي اطار المسؤوليه. اذا كان اختياراتك في التوقيتات كمان. طبعا توقيتات الكلام طبعا. في اسلوب ممكن يبقى فيه ضغط، وده يعني مقبول متبع على فكرة. يعني مقبول من هنا ومن يعني من كل حد يعني، من غير ما يبقى فيه اهانه لحد يعني، وخصوصا لو كان فيه تاريخ يعني، ما ينفعش تتكلم على تاريخ. أيوة. يعني. اوكي، لكن بتاخد وتدي، وده في اوروبا موجود في كل العالم يعني. مهم مورينيو. طبعا مورينيو واحد من اكتر الناس اللي بتعمل كده يعني. حلو، يعني هو ايه ضغط اصلا؟ يعني انا بضغطك. فلما بضغطك على فكره ما بتطلعش احسن ما عندك. صح، يعني في وفي في حد مع الضغط تستنفره بشكل كويس قوي فيطلع حاجه كويسه، لكن 90% او النسبه من المضغوطه بتطلع حاجه اقل من الطبيعي يعني، اقل من الطبيعي. تمام، عشان كده مثلا يعني كتير قوي يقول لك ايه، الاهلي في الدقيقه 90 او بلس 90 مثلا، هو اللي حصل مش ان انت كسبت في الدقيقه 92، انت فضلت تضغط عليه تضغط عليه تضغط عليه طول ال 90 دقيقه. برافو عليك. صح، تمام، لحد ما طلعت خلاص التشتيت والتركيز بدا يقل، الاجهاد بدا يسيطر، ما بقاش فيه التركيز بتاع نص الساعه الاولى. انت كمان تركيزك بيعلى جدا يعني، فده اللي انا اقصده يعني، هو ده الفرق ما بين